السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. ذكر الله وإياكم النظر إلى وجهه الكريم عم الشيخ. يا رب آمين. يا اللهم آمين. لو سمحت سؤال. سل. في واحد صديق لي قال لي أعطني 50,000 جنيه وأديك كل أسبوع 200 جنيه. قلت له على المكسب والخسارة، قال لي أيوة. فهو كل أسبوع بيديني 200 جنيه. أقول له أنت بتحسب وكده؟ قال لي كل أنا بحسب كل 3 شهور وكل أسبوع بيديني برضه 200 جنيه. ده في شبهة كده ولا يا أخي؟ كل أسبوع. هو رجل أمين؟ رجل أمين صادق؟ هو رجل أمين مصادق، هو مشغلة معاه في التجارة. بس أنا بقول له أنت بتحسب وبتعمل، قال لي أيوة، بس هو محددها لي قبل ما أحط الفلوس. لا يمكن بيديلك 200 جنيه تحت حسابه آخر السنة يصفي، ما فيش مشكلة إذا كان كده. طيب تمام، يعني كده ان شاء الله ما فيهاش شبهه ولا اي شيء. ان شاء الله. خلاص، الف شكرا.